سعداء وجودنا بين الأصدقاء والصديقات. يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان بالأرجنتين الملتقى ولا المنتدى العالمي بالرباط في افق المنتدى ديال بوينوس ايرس بالارجنتين في مارس المقبل. اخترنا مع شركائنا ثلاث مواضيع اساسيه: العداله الانتقاليه والذاكره والهجره والتغيرات المناخيه. نعتبر بان هذه المواضيع الثلاث سواء القاره الافريقيه او امريكا اللاتينيه أعطوا الكثير وعندهم ممارسات فضلة مكنت فعلا من أخذها ضمن الاجتهادات ديال المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب أن هناك انشغال عميق من عدم في موضوع الهجرة، من عدم مصادقة ولا دولة بالغرب أو الدول الغربية على الاتفاقية الدولية، وبالتالي يعيق ونقولوا خضوع الدول للتقييم الطوعي والتقييم الكوني لمسألة الهجرة. ورأينا بنفس المنطق خلال كذلك المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة بمراكش. فإذن والتغيرات المناخية بطبيعة الحال هذه الدول سواء في إفريقيا أو لأمريكا اللاتينية أظن بأنه نحن نأخذ إشكاليات ومشاكل التغيرات المناخية دون أن نكون نحن فاعلين في ما تسببه التغيرات المناخية على الصحة، على التعليم، على النساء وعلى التنمية المستدامة. أولا يسعدني أن أحضر من فلسطين إلى المغرب، وهي الداعمة دائما وأبدا لفلسطين والقضية الفلسطينية وحقوق الإنسان الفلسطيني، وملكها هو أمين عام لجنة القدس الداعم والمؤيد، والتي تتعرض الآن لانتهاكات خطيرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي من تهويد وتطهير عرقي واعتداء على المقدسات الإسلامية. الأمر الثاني، نحن نأتي إلى هذا المؤتمر لأهميته ولتوقيته ولأهمية الموضوعات التي يطرحها. المغرب كان هو من يتولى رئاسة هذا المؤتمر في العام 2014، وحتى الآن هو كان الراعي لقضايا الهجرة والمناخ والبيئة والذاكرة الجماعية. كان هناك مشاركة إفريقية حقيقية واسعة، مشاركة عربية رائعة. صوت المقهورين والمظلومين من الضروري أن يصل إلى المجتمع الدولي، وأنا أعني هنا تحديدا أوروبا وأمريكا التي تتعامل بانتقائية وتسييس وبسطحية بعدم البحث عن جذور الانتهاكات وأسبابها وما تعرض له المهاجرين بالذات من معاملة مهينة ومذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية ما يتعرض له المناخ الدولي نتيجة السياسات المستهترة. لذا كان هذا المؤتمر مهم، وبهذه المشاركة النوعية اللافتة، ونأمل أن تكون هي منصة مهمة لمؤتمر الأرجنتين في مارس القادم، وأن يكون المؤتمر في الأرجنتين علامة فارقة تحمل ما قدمه هذا الملتقى من رسالة. دعونا نوحد أصواتنا في صوت واحد، صوت ضد التمييز، صوت للكرامة وصوت للعدالة وللمساواة. شكرا لكم.